والدي هب يعني عنده اختين، والدي ادى كل اخت جزء من المال وعايز يديني وانا مش محتاج، وقلت له انا مش محتاج، قال لي لازم اعدل ما بينكم وده حقك، وقلت له مش عايز. الكلام ده صح اللي انا بعمله؟ لا مش صح، ولا غير صح. يعني لازم اخده منه مش المال اللي هو لازم عنده يعني، عليه؟ انت قليل الفقه. الرسول عليه السلام ارسل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مالا، فاتى عمر بالمال وقال يا رسول الله خذه اعطيه من هو احوج اليه مني. فقال الرسول معلما: اذا جاءك من هذا المال شيء من غير مساله ولا اشراف نفس فخذه فتموله، فإنه رزق ساقه الله إليك. أنت أخذت المال غير محتاج إليه، أعطيه الفقير، أعطيه المسكين، وسع به على نفسك في الخير. لأن الاستكثار من الحلال الطيب لا بأس. استدل العلماء على الاستكثار من الحلال الطيب دون معاصي بماذا؟ أيوب عليه السلام لما عوفي أنزل الله عليه جراد من ذهب، جراد من ذهب، فملأ وعاءين كبيرين معه من الذهب. وبعد جاء يجمع في ثيابه، الفلوس كثير، ذهب من عند الله، ذهب صافي طبعا مش مغشوش ولا طافق، يجمع في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. قال العلماء: فيه استحباب او جواز الاستكثار من الحلال الطيب، من الحلال الطيب. طب بكره اقول طيب الله يكرمه، وقال له: خذ يا ابني فلوس، خذ يا ابني، انا اعطيت لعماتك فلوسي كثير يا ابني، خذ، خذ يا سميحه، خذ يا ستيتا لهذه العمه، وانت يا ابني خذ فلوس، وانت يا ابني خذ فلوس. الحمد لله. هو فلوس ابوك دي ربا ولا حلال؟ لا لا، فلوس ابوي حلال. انا طيب، خذ من الحلال الطيب، خذ من الحلال الطيب. الله يستر عليك. الله يكرمك، وياكم وياكم وياكم.